السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية تونسية بالتونسي يقولوا عسلامة. نحن عسلامة الناس الكل. في البداية أقدم تحية من القلب إلى القائمين والقائمات على هذا الملتقى، وأشكر رئيس جماعة إيت إزك والأستاذ مصطفى أولاد شريف على الدعوة، وتحية من القلب لكل الحاضرين والحاضرات. لقد جئتكم من تونس الخضراء، بلد ابن خلدون وعقب ابن منافع والإمام سحنون وأبو القاسم الشابي. جئتكم من أرض تنبض روحاً ونوراً وإشراقاً وحضارةً منذ 3000 عاماً أو تزيد. اليوم أنا صفاء عكرود قدمت إليكم من تونس بالنيابة عن زملائي بمؤسسة الصدى الإعلامية العريقة، وعضوة بجمعية تونسية للطفل والمواطنة، وعضوة بجمعية مغيرون. ومن منبري هذا أقدم تحية إلى كل زملائي وعلى رأسهم الأستاذ راشد الخياري. قدمت لألقي على مسامعكم هذه الكلمات عساها تنال رضاكم وإعجابكم وحسن اهتمامكم. أردت أن أحدثكم عن المواطنة في تونس، في العالم العربي بل في العالم أجمع، عن المنشود منها، عن الحلم فيها وبها. لكن قبل سأقدم مفهوم المواطنة ولن أتعمق في التعريف، لأن الإخوة الكرام في مداخلاتهم قدموا تعريفات عن مفهوم المواطنة. إن المواطنة هي تربية وأخلاق وقيم سامية تربى وترسخ في الطفل منذ صغره من أجل بناء مواطن صالح وواعي بمسؤوليته وحقوقه وما له وما عليه في ظل دولة الحق والقانون. إن المؤسسات التربوية كالمدرسة والمعهد الإعدادي كفضاء لتنشئة الاجتماعية تبقى رافداً من روافد الإقلاع بمفهوم المواطنة وتطبيقها على الأرض الواقع عن طريق ترسيخ مجموعة من القيم السامية في ذوات ونفوس الأطفال وتحبيبهم في الوطن الذين ينتمون إليه. فنحن منذ سنة 2011 ونحن نسعى جميعنا في تونس لفرض مفهوم ونمط حقيقي للمواطن. فقبل 14 جام في 2011 لم نكن مواطنين في تونس، لم نكن ندري حتى ما هي حقوقنا ولا شيء من ذلك، فقد كانوا يحدثوننا عن واجباتنا لا غير. لا ننكر حتما أننا نلنا الكثير من حرياتنا منذ سنة 2011 في تونس، ولكن لم نصل بعد إلى المنشود. نعم لازلنا نبحث عن المنشود رغم الموجود، فلم تتحقق بعد كامل آدميتنا في أوطاننا. لازلنا بحاجة لتكريس قيم العدل والمساواة والحرية المشبعة بالأخلاق لا بمعاني الهدم. لازلنا نبحث عن الكثير من حقوقنا المهدورة. لازلنا في طور البحث والبذل الجهد، عسانا يوما نكون فعلا مواطنين أحرارا، ذلك حلمنا وهدفنا، عنه لا نحيد. ولذلك فلقد تأسست العديد من الجمعيات في تونس بعد سنة 2011، ومنها جمعية التونسية للطفل والمواطنة لزرع القيم الهادفة للطفل حتى يكون في يوم ما مواطن له حقوق وواجبات، ويكون مشبع بقيم المواطنة، ويدرك جيدا أن المواطنة تربية وأخلاق، المواطنة سلوك ومعاملات، وبذلك تنتقل وتولد هذه القيم عبر الأجيال. ورغم سعي المجتمع المدني والإطارات والجمعيات عن طريق أنشطة سواء ثقافية أو دورات تكوينية، لكن لم نصل بعد إلى المنشود. ولذلك أود أن أوصل فكرة إلى الشباب، خاصة الشباب العاطل عن العمل، الانخراط في المجتمع المدني ليكون مواطن فعال بدلاً من تضييع الوقت في المقاهي، لأن الجمعيات تفتتح أبوابها دائماً للشباب. فأنا من تجربتي العملية سأحدثكم عن تجربتي. أنا متحصلة على الشهادة التطبيقية في التكنولوجيات الإعلامية، اختصاص تطوير أنظمة معلومات. أعمل في شركة خاصة وفي الأثناء ناشطة في المجتمع المدني وأعلامية بمؤسسة الصدى نت. بالنسبة لانخراطي في الجمعيات،
انخراطي في الجمعيات كان له إيجابيات لي من جميع النواحي النفسية، الثقافية، العلمية، إضافة إلى المزيد التجارب الوطنية والدولية. في المقابل تجربتي الإعلامية بدأت بعد ثورة 2011، ثلة من شباب 50 متطوع متواجد في موقع الصدى، كنا متطوعين لمدة 4 سنوات على التوالي متطوعين فقط بهدف أن نكون الإعلام البديل وأن نكون صوتا من لا صوت له في تونس. وبفضل الله ومن ثم بفضل جهود فريق كامل أصبحنا الآن في 2018 أول موقع إخباري إلكتروني في تونس. لذلك حسب مبادئي الشخصية لا أؤمن بمن يقول لا أقدر لا أستطيع. كن إيجابيا لأجلك، كن إيجابيا لأهلك، كن إيجابيا لوطنك. لن أطيل فأنا في عادتي أحب الإنصات أكثر من الكلام، فقط أختم بكلمات جئتكم من أرض صار أبناؤها للحرية عاشقون، مقبلون غير مدبرون. نعم هذه أحلامنا أمنياتنا وذلك ما نسب إليه. ختاما سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للإنصات.